المرحوم خضير هادي. خضير هادي الله يرحمه ابو حيدر حبيبي. جمعك اكثر من عمل؟ اي سجلنا انا وياه كاسيت وواحد واثنين، وعندنا كاسيت اللي سجلناه بسنه 2000. وفي انت لذكرى؟ كل طبعا كلش احبه انا، يعني من اشوفه بال يعني بفد اي موقع اشوفه اتاثر كلش. انا صادقة ابنه حتى ابقى اني استمر اني اتاثر عليه. هذه تحياتي لابن المبدع. سجلنا انا وياه كاسيت اللي هو مال الجمسي صعده واسرية التجول العماني. تعبتك كان اليوم؟ لا بالعكس دلل. هذا الكاسيت اشتهر في وقته، اخذ مجال مساحه كلش قويه ولحد الان العالم سمعه. ايه اللي هو يقول والجمس مشت وانا انتهت روحي، اتبعتهم خطوة خطوة وصاحن جروحي، بجنطكم يلمشيت اخذون وارتاح، بعدكم راح ادق الراح على راح، علموني دعلموني ان حب شلون يتودى. الله. موقف تتذكره انت وخضير هادي؟ موقف اتذكره انا وخضير هادي، فد يوم كنت اغني بمطعم كيلوباترا بسوريا وابو حيدر الله يرحمه وياي. نعم. احنا واقفين على المسرح. نعم. انا وياه، فاني غنيت موال على العراق، هو كان ينظم شعر وانا غنيت موال. موال كلش قوي غنيته والعالم تاثرت وتعرف ضجه مع النادي ليلي. نعم. اي فابو حيدر ذب المايك اللي بيده وما انا ما ادري اجى شان هيك. اها اي والله شان هيك على ايدي هيك ظل يفتر بي هيك على المسرح. الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله ويرحم روحه الطيبه.